السلام عليكم. توقت مباراة الوداد الرياضي ومولودية وجدة اليوم في البطولة المغربية الاحترافية عين والقسم الأول، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل الوداد الرياضي المركز الثاني في ترتيب البطولة المغربية الاحترافية عين والقسم الأول برصيد 43 نقطة، ويحتل مولودية وجدة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، ويستضيف ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لقاء الوداد الرياضي ومولودية وجدة في الجولة 22 من البطولة المغربية الاحترافية عين والقسم الأول اليوم السبت 8 أبريل 2023 في حدود الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب، 11 مساء بتوقيت الجزائر وتونس، 12 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية بتعليق هشام فرج.